بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد. جمعت لكم إن شاء الله هذه المجموعة أيضا مما يحتاجها الصائم في رمضان تفقها في دينه. أولا، من أكل أو شرب زيد ظانا أنه يأكل قبل طلوع الفجر فتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، هذا مسكين مدوخ ومشى صحر ومذيك الوقيته ملي كمل صاب، لا فعلا الناس صلات، ما اسمه يدير هذا زيد، واسمه يدير يكمل الصيام نتاعو زيد ويقضي ذلك اليوم لانه زيد اخطا، رفع عن امه الخطا والنسيان ونستكروا عليه. فهمتوه؟ سهله. عودك، من اكل ظانا ان الليل واسمه غربت الشمس ولكن كانت الظلمة وتبين بعد ذلك أنه أكل قبل غروب الشمس، بحاله يكمل الصيام ويقضي ذلك اليوم لأنه أكل ناسيا أو أكل مخطئا ولم يتعمد ذلك. يا الله، يعني يمسك مباشرة ويكمل ذلك الصيام حتى تغرب الشمس ويولي إن شاء الله تبارك وتعالى يقضي. لا إله إلا الله. الآن، من أكل أو شرب أثناء الأذان الأول، عندنا زوج تاع الأذانات، الأذان الأول هذا كيقول لك نوض كل مع راسك وصلي في الفجر، والأذان الثاني منين تسمع الصلاة وخير من النوم صافي، لقد دخل الوقت وعندنا الصيام هو الإمساك عن شهوات البطن والفرج من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كيطلع الفجر صافي 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 صافي. سمعت سيدي؟ ماشي تبقى قبض لي الكاس، كيقول لك أنا واخا يوذن نشرب. الله يهديك أخويا، الله يهديك أخويا، إلا كان سمعت الصلاة خير من النوم وعندك الجغمة فمك أرميها، ما تدخلهاش. الله يهديكم يا صاحبي، عظموا الحرمات. كان سيد النبي يتوقف ويمسك عن الطعام ما يقرأ قدر 50 آية، وسيادي العلماء قدروها تقريبا في 17 دقيقة. يا صاحبي واش انت على 5 مينوت وتبقى تخلق حرمة رمضان؟ الله يجازيكم بالخير، هذه دائما كنعاود لها. إذا الأذان الأول كون مع راسك، بصح الاذان الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده زوج تاع المؤذنين، يقول له منين يؤذن بلال كولو، لانه هو الاول. منين يؤذن عبد الله بن مكثوم؟ الامساك يا اخي. الان، من اكل او شرب ناسيا في الفريضه ولا في النافله، مسكين نسى وكلا ولا شرب، وفي خطره واحده يفيق باللي راه هذا الصيام، واش يدير؟ يتوقف ويكمل النهار نتاعو. قال رسول الله: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه. بعض العلماء كيقول لك هذه حتى لأنه رفع عن أمة الخطأ والنساء، يعني ما يردش كاع ذاك النهار. المالكية قال لك يكمل الصيام نتاعو ويقضيه احتياطا، لأن دخل له الماكلة للجوف. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من رأى منكم من يأكل أو يشرب عامدا مجاهرا، أش غادي تدير؟ عليك أن تنصحه ولا ترضى بذلك، فإن رضيت بذلك وسكت فاعلم أنك قد شاركته عياذا بالله في خرق حرمة رمضان، وكل من يدعو إلى المجاهرة بالإفطار يدعو إلى خرق والعياذ بالله حرمة رمضان ويعتدي على حق الجماعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما هو المرض المبيح للفطر في رمضان؟ يقول لك ربي: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. واش هو المرض؟ كل مرض يخشى زيد أن يزيد المرض بالصيام أو يتأخر العلاج بالصيام. أي مرض الصيام يأخر العلاج ولا يزيد المرض، هذا يبيح لك أن تفطر. فمن كان منكم، ومن بعد كبرى يقضي ذوك الأيامات إن شاء الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. كاين عودك: الذي لا يستطيع الصيام، شكون هما؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، شكون هما الذين لا يطيقون أو يطيقونه بمشقة؟ الشيخ الفاني، والمرأة العجوز، والمريض مرضا مزمنا، والذي يعمل في الأعمال الشاقة، هذا يخرج واسمه الفدية، هذا ما يصومش.
فيديا 600 غرام ديال القمح، الربع ديال الصاع اللي هو المد، تقريبا 1000 فرنك. 1000 فرنك، سمعت سيدي؟ 1000 فرنك تعطيها للمسكين باش يفطر ان شاء الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. كاين الصيام ديال مريض السكري، هذو اللي فيهم مرض تاع السكري الانسولين، اللي مرض بالقلب، اللي مرض بالضغط، الكليه، القرحه تاع المعده، كل هذه اذا نصحك الطبيب الامين واخبرك ان الصيام يعرض نفسك الى الخطر، حرام عليك تصوم، لان في ذلك القاء للنفس للتهلكه. وقال تعالى: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، وربي راه دار لكم الحل، دار لكم مساله الفديه. لا قال لك هذا مسكين مريض يا ولا ما يقدرش يصوم، يخرج الفديه هذيك 1000 فرنك ولا هذيك 600 غرام ديال التمر ولا تاع الدقيق ولا ياك سيدي. قال لك ولكن ما عندوش باش يخرج، يخرج عليه ولده ولا احباب، ما عندوش. الا ما عندوش مرفوع عليه حتى الفديه، لان الفديه ليس لها بديل، ما كاينش البديل. ماشي بحال كاين بعض الكفارات اللي كاين البديل، كاين 60 يوم تصومها ولا تطعم 60 مسكين ولا تعتق رقبه، يعني كاين البديل. لا ماشي هذه بصح، ذاك مسكين اللي ما يقدرش يصوم كاين غير الفديه، ما عندهاش البديل. الا ما عندوش اللي يخلص عليه وما عندوش، صافي مرفوع عليه وما كاين حتى مشكل. بالنسبه للمسافر، ايهما افضل للمسافر؟ زيد، واش يصوم واش يفطر؟ سيدي ربي قال لك: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. يعني هذه صدقة الله، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن كانوا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذو يصوموا هذو يفطروا، وهذو ما يعيبوا هذو ما يعيبوا هذو. وسئل عمر بن عبد العزيز: أيهما أفضل للمسافر، الصوم أو الإفطار؟ قال: أيسره. زيد، افضله ايسره، اللي يجيك سهل ديرو. السفر شحال ان شاء الله تبارك وتعالى من كيلومتر اللي جوز لك فيه ان شاء الله تبارك وتعالى باش تفطر؟ شحال؟ تقريبا 80 كيلومتر ان شاء الله تبارك وتعالى. وحينما تشرع في السفر، ماشي قبل السفر، وحينما تتجاوز عمران البلد باذن الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. اذن هذه بعض الاحكام في هذا الموضوع ان شاء الله، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين. معاذ.